ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. الفتق مشكلة منتشرة كتير، ممكن سمعتوا عنها، حدا بتعرفوه أو حدا قريب لإلكم. موضوع رح نناقشه اليوم مع زميلنا دكتور وائل نعسان. كيفك دكتور؟ يا مرحبا، تشرفنا كل مرة بالأطباء. الله يخليك، شرف لي. الله يخليك. بداية حكيم، لو بدنا نحكي إيش هو الفتق؟ طبعا الفتق إذا نظرنا إلى جدار البطن هناك فتحات طبيعية موجودة فيه تمر منها بعض الأعضاء. فالفتق هو خروج، طبعا احنا قلنا مكونات البطن هي الأحشاء، سواء كانت أمعاء، كبد، طحال إلى آخره، فهذه هي الأحشاء. هو خروج حشاء أو جزء من حشاء من خلال الفتحات الطبيعية هاي أو فتحات صناعية. ممكن المريض يكون عمل عملية جراحية، الستات بيعملوا قيصريات، الرجال ممكن يعمل عملية فتح بطن لأي سبب، قد يحدث فيها فتق. هذه الأحشاء إذا خرجت من الفتحات هذه الطبيعية تؤدي إلى ما يسمى بالفتق. طيب لو نوضح أنواعه، طبعاً الأنواع مختلفة. نعم. لو نحكي عن أنواعه والأكثر انتشاراً. إحنا الأنواع طبعاً هي بالدرجة الأولى نوعين رئيسيات، والنوع اللي بهمنا إحنا والدارج عند الناس هو الفتوق بجدار البطن مش معمول على عمليات، وأكثر فتوق انتشاراً هي الفتوق المغبنية. والفتوق المغبنية توجد عند الرجال والنساء، لكنها أكثر عند الرجال من النساء. وعندنا أيضا الفتق حول السرة. المغبنية هي وين موقعها؟ المغبنية في أسفل البطن على اليمين وعلى الشمال. نعم تمام. هلا الانجواينال يعني بالضبط، الانجواينال اريا، الانجواينال هيرنيز، فهذول أكثر شيوعا. وطبعا الفتق حول السرة، والفتق حول السرة يتواجد عند الذكور والإناث، لكن أكثر عرضة النساء منه من الذكور. طبعا الفتوق المغبنية، وهناك الفتوق الفخذية، هناك الفتوق الشرسوفية اللي هي ما بين، هناك فتحات طبيعية ما بين آخر عظمة القص والسرة في الصفاق الذي يغطي جدار البطن. هذه الفتحات الطبيعية قد تكبر ويخرج منها الدهون الموجودة داخل، مش داخل البطن، ما بين الجدار البطن الداخلي والجدار الخارجي، تسمى الفتوق الشرسوفية. وهناك يعني فتوق عديدة أخرى كثيرة، لكن هذه أهم شيء، فتوق المغبنية والفتوق حول السرة. طيب ممكن مريض، على فكرة وبنشوف دكتور بالطوارئ كنا بالمستشفيات، جاي بيحكي لك أنا في إشي نافخ عندي أو في عندي إشي مش عارف شو هو. بالضبط. مش عارف إنه هو أصلاً فتق. نعم. إيش الأعراض أو العلامات التي تدل بإنه يا جماعة هذا لا فتق؟ ألا أكثر علامة بيراجع عليها المريض اللي هو إنه في منطقة بالجسم تنتفخ، وخاصة بيصحى الصبح ما فيش إشي أو الضغط، بيقوم شوي شوي بيلاقي إنه هاي المنطقة بتنتفخ، وخاصة مع الوقت في النهار، وإذا كان عمله مجهد قليلاً فبتزيد نفخة هاي المنطقة، وبالتالي أكثر عرض بيراجعوا المرضى من شانه هو انتفاخ بعض المناطق، خاصة لما يصحى من النوم، بعد ما يصحى من النوم بوقت. وبحس دكتور مرات الأمور ممكن فيها ضغط، عطس، كح. بالضبط. هلا في ناس بقول لك والله يا دكتور أنا بس أعطس أو بس أقح أو بس أفوت على الحمام حتى أقضي حاجة، في إشي بنتفخ عندي، هذا هو الفتق. طبعا هاي الأعراض البسيطة، لكن قد يأتي بأعراض أخرى عديدة، وجع بطن. واحنا من المشاكل التي يتعرض لها الفتق ولازم يعني الاخوه ينتبهوا لها، انه قد يحدث اختناق في الفتق، بمعنى انه الحشا او الامعاء او الجزء اللي بده يطلع من داخل البطن في الفتق قد ينحصر بداخل الفتق وما بيقدر يرجع مره ثانيه. في البدايه بصير في تاثر بالدوران الوريدي، بعدين الدوران الشرياني، بعدين ممكن يكون يصير تموت في الجزء اللي انحشر بالفتق. ولذلك المريض اللي بصير عنده وجع بطن والفتق تبعه أو بحس إنه انتفخ وما رجع، يجب عليه أن يراجع الطبيب أو المستشفى. هي نعتبرها مضاعفة؟ نعم. فعلياً هي مضاعفة، اللي هي اختناق الفتوق، هي مضاعفة من مضاعفات الجروح. طيب إحنا تشخيصنا للمريض هو سريرياً فقط دكتور؟ نعم. هلا هناك هو عادة في معظم الأحيان التشخيص سريري، ولكن قد تلجأ إلى استخدام مثلاً الصور التلفزيونية أو حتى السيت سكان حتى تتأكد من نوع الفتق أو مكانه أو فعلاً تواجده، إنما التشخيص هو سريري. طيب طرق العلاج متوفرة لا؟ طبعا هلا طرق العلاج كثير من الناس بيجون، طب يا دكتور لو حطيت مشد، لو حطيت طبعا لا، احنا لا نحبذ، لانه وضع المشد على منطقة الفتق يزيد من احتمالية حدوث المضاعفات. علاج الفتق طبعا جراحيا، والجراحة قد تكون تقليدية اللي هو بالفتح، او قد تكون حتى بالمنظار. وجراحة المنظار الان اسهل، اسرع، الريكفري منها بتكون اسرع، ونسبة انه يرجع الفتق أقل من عمليات الفتح. بس نوضح كيف مبدأها بكون بالمنظار دكتور؟ هلا إحنا الفتق هو يعني عبارة عن فتحة ما بين داخل البطن وتحت الجلد. فإحنا إذا دخلنا للبطن من جوا وشفنا وين الفتحة وحاولنا نرجع الكيس تبع الفتق ونحط شبكة داخلية، فمنسكر الفتق. في العمليات الجراحية لا، بدك تفتح
فوق الفتق بدك تفتح جرح بحدود السبعة. كيف الألم أقل طبعاً، عودته لحياته أسرع. نعم صحيح، عودته لحياته أسرع واحتمال النقص رجوع ممكن أقل، رجوع كمان رجوع الفتق بالمنظار أقل منه بالفتح. نعم يعني موضوع كتير مهم وحكيته ببساطة وبوضوح. حبيبي دكتور بدي أشكرك كتير، دائما معنا وبتزيد للأطباء السبعة. الله يسلمك، بارك فيك، شكرا جزيلا. رح نستمر بالأطباء السبعة، خليكم معنا متابعينا.